السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي في هذه الحلقة الجديدة، والتي أردت بإذن الله سبحانه وتعالى أن أوضح وأجيب على أمر مهم جدا، كم عدد جلسات الليزر لإزالة الشعر. بداية أعزائي، كما نعلم بأننا نحتاج إلى عدة جلسات مختلفة لإزالة الشعر بشكل نهائي. فقبل عدة أيام راسلني شاب يريد إزالة شعره، ولكن يتساءل كم المدة أو كم عدد الجلسات التي سوف أحتاجها في هذا الأمر. فقمت بإجابتي: يحتاج الجسم تقريبا من 6 إلى 8 جلسات في المتوسط لكي تضمن نتائج دائمة بنسبة 70 أو 80%، حيث تعود الشعيرات في الظهور بعد كل جلسة بنحو 30 إلى 40 يوما، وفي كل مرة سيكون نمو الشعر أقل وأنعم. فبالتالي أتمنى أعزائي لكم دوام الصحة والعافية.